إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ارفعوا أيديكم يا معشر الحاضرين يا الله. اللهم يا باسط اليدين بالعدية يا من إلي يا من إذا رفع أكف العبد كفاه يا من تنزل في ذاته وصفاته لحدية أن يكون فيها النظائر وأشباه يا من تفرد بالغداء والغدم والذلية يا من لا يرجع ولا يعول على سواه يا من سنغاته القديومية وارشد وسد واستهداه نسألك اللهم بغير ذلك القدسية التي أزاحت من الملائكة زكي دجة ونسوى الإنسانة المحمدية ومن هو آخر الأنبياء والسورة وأولهم بمعنى بها الكواكب أم برية وسفينة السلامة والناجة بأصحاب الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفسهم يبتغون فضلا من الله والسورة والشريعة والمراغب والخصوصية الذين استشروا بالنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأغوار والأعمال لإخلاص النية وتجعل كل المحاضرين والغائبين مذلبه ومنان آمين واستخلف البشرية وتخلصنا من الشهوات والأجواء القلبية وتحقق لنا ما منك وتحقق لنا من أموال ما بك ظننا تكفينا كل مهمة ولية ولا تجعلناه ممن هو وهوى ولا تجعلناه ممن هو وهوى وتمنى من حسن قضوفا دانية جنية تفعو عنا كل ذنب جنينا وتسلك لنا من نعيب وعشر وحسر وعية وسهل لنا مسعد أعمال ما عز دره وتعم جمعنا هذا من خزائنك من حكى سنية وفرقت من عند واك سنة اللهم إنك جعلت لكل صاحب مقام ومزية ولكل نجمة مارجة وقد سألناك راجعين وهيك دنيا حقق لنا ما منك الرجعون اللهم رعاة وأسعود رعاة والرعية بعد ما أجل مجعل في هذا اليوم في هذا اليوم وأجر اللهم اجعل في البلد سنة البلاد آمنة رقية وأسقنا كيف يعمل سنة سيب سمو وهبة وفر لنا سجن هذه البرود المحبرات المولدية سيدنا جعفر من إلى مرسل سوته ومنته وحقق له الفوت بقربك والراجة واجعل مع المغيب غيره والسكنة وسر العيبة وعزه وحسره وعية وكاتبه وغاريه ومن أسرع إلى سمعه وأسيا اللهم صل وسلم على أول قابل التجربة الحقيقة كلية وعلى آله وصحبه ومن أسره وواره ما شملت الأنفر الدرية وأخراج الجوهرية وتعالى السدور الحفظ بقلد حلة وأثر السلامات وتسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.